السلام عليكم ورحمة الله، الله يسعد أوقاتكم إن شاء الله تكونوا جميعا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا كلنا بنعرف العروضات يلي قدمتها شركة ببجي، يلي هي عبارة عن اشتراكات شهرية، في منها البرايم وفي منها البرايم بلس. طبعا كلنا بنعرف هيدا الشيء. اليوم بدنا نحكي عن البرايم والبرايم بلس. فأنا اشتركت بالبرايم بلس لأنه شفت فيها ميزات كتير حلوة، ورح اشرح لكم عنها اليوم وفرجيكم اياهم. خلينا نحكي شوي عن اللي بيحب يشترك. رح نشرح شوي عن البرايم شو في بقلبها ميزات والبرايم بلس. حنبلش بالبرايم. البرايم بتقلك مثل ما نكون شايفين على الشاشة في 5 US، يعني 5 شدات. فالبرايم بس تعمل اشتراك ب 1 دولار مثل ما نكون شايفين 99 سنت، يعني 1 دولار، رح تعطيك ميزتين. في وحدة منهم رح تلاقيها عندك مكتوب عليها 5 US مثل ما نكون شايفين على الشاشة، وفي البي بي. وطبعا رح اشرح لكم عنهم. الـ5 US رح تطلع لك بشكل يومي، رح تعطيكم الشركة بشكل يومي 5 شدات، في بمجموع شهري رح يوصل معك لـ 150 شدة. هيدي اول ميزة. والميزة الثانية البي بي، المقصود انه البدلات يلي بتشتريها بالقطعة الذهبية يلي بتطلع لك بالجيم رح تكون قادر تشتريها ليوم واحد او 7 ايام او 30 يوم. يعني ها هي الميزة اللي موجودة بالبرايم، بالاشتراك البرايم. خلونا هلا نحكي عن البرايم بلس، وبعتقد رح تشتركوا فيها بس تسمعوا يلي رح اقوله. وانا تشجعت كتير واشتركت فيها من بعد ما عرفت التفاصيل يلي اعطوني اياها. اول ميزة بالبرايم بلس بتقلك كل يوم رح يعطيك 20 شدة. بمجرد انك تشترك انت رح يعطيك 300 شدة، وكل يوم رح يوصلك 20 شدة، بمجموع شهري رح يوصل معك لـ600 شدة. يعني بهيدي الطريقة انت بتكون جمعت 900 شدة مقابل الـ10 دولار. وبعتقد هيدا الرقم كافي انه انت تشترك بالرويال باس بكل سيزن، كل هيدا مقابل الـ10 دولار مثل ما حكينا. وكمان الشركة بتقلك انه بما انك انت مشترك لأول مرة رح تعمل لك اياها بـ5 دولار لأول شهر فقط. وهلأ الميزة التانية، فيك تشتري عناصر من البي بي، ورح يعطيك خيار تشتري دائم. يعني مثل ما حكينا انه بالبرايم العادية يلي بقيمة 1 دولار فيك تشتري البدلات لمدة يوم واحد او 7 ايام او 30 يوم. بالبرايم بلس تعطيك الخيار انه انت تشتريهم بشكل دائم. هلا شي شوي بنرجع للفيديو فرجيكم اياه هون لحتى تتأكدوا. والميزة الثالثة، رح تكسب كل يوم 10 RP الرويال باس. يعني انت اليوم بشكل ديلي ميشنز عم تكسب 10، وهيدا الشيء حيساعدك ب10 تاني. يعني انت حتكسب يوميا بس تفتح الجيم رح يصير معك 20 RP. هيدا الشيء رح يساعدك انه انت توصل للمية. بالنسبة للاشخاص اللي ما قادرين يدفعوا وعم يدفعوا بس 10 دولار لحتى يفتحوا الرويال باس، هيدا الشيء رح يساعدهم كمان انه يوصلوا للـRP 100. هاي بالنسبة للميزة التالتة. والميزة الرابعة، خصومات يومية على كتير قصص رح تنعرض عليك بما انك مشترك، بتقدم لك اياها هيدي الشركة بالنسبة لك انت كمشترك. يعني رح يطلع لك مثلا بدلات ممكن يكون عليها خصومات فجأة، وقصص يعني بقلب الجيم فيك تشتريها رح يكون عليها في ديسكاونت. هيدي لانك مشترك رح تقدم لك اياها الشركة. والميزة الخامسة الحلو فيها، في خصم 50% على كل صندوق كلاسيكي. كلنا بنعرف الصناديق الكلاسيكية، رح يعطيك 50% بشكل يومي. إذا بتحب تشتري شي رح يعطيك خصم لأول مرة، يعني أول كبسة بتكبسها رح يعطيك 50% خصم. يعني مثلا اللي شي مثلا حقه 120 شدة رح يحسب لك إياها مثلا 60 شدة، للي حقه 200 رح يحسب لك إياها 100. عم نحكي مثلا إذا في شي هيك لأول مرة رح يقسم لك 50%. إذا قررت تكفي على عملية الشراء رح تكون بسعر الطبيعي، بس هيدا الشي بيعمل ريفرش بشكل يومي، تحديث بشكل يومي. فمثل ما نكون شايفين انه انا هلا بس اشتركت طلع لي هول القصص. يعني انت بمجرد ما تشترك رح يعطوك 300 شدة، وفي صندوق قسيمة كلاسيكية، وفي صندوق قسيمة ببجي موبايل ممتازة، وفي بطاقة اي دي مثل ما نكون شايفين لتغير فيها اسمك اذا حبيت، ورح يعطيك بطاقة روم ليوم واحد فيك تستعملها ليوم واحد. هلا خلونا ننتقل للشغلة اللي انا كتير متحمس لها، نشوف حظنا ونشوف الشغلات الدائمة. خلينا نجرب حظنا، انا كتير متشوق لشوف شو طالع لي بالصندوق الكلاسيكي والصندوق المميز. هي ومثل ما نكون شايفين قدامكم في قسيمتين المميزة، بنفوت نجرب نفتحها. اوه حلو والله، يعني ممكن يطلع لي الديناصور، وممكن يطلع لي شنطة، ممكن يطلع لي هيدا هول التياب،
في قصص حلوة، في السلاح، السكن السلاح، السيارة. في قصص حلوة. يلا بسم الله خلونا نجرب. معقول بصندوق واحد يطلع لي شي منيح؟ يلا يا رب. نو واي، مستحيل مستحيل. لا 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 لا، واو، معقول معقول الحظ هيك يا جماعة؟ لأنه دفعت عمله هيك أو كيف؟ هيدي الطيارة، هيدي الطيارة، إنه أنت بس لتكون قائد الطيارة، الـ RP تبعك العالي وتكون قائد الطيارة رح تعطي هيدا السكن. واو شو حلوة. على فكرة أنا هلأ تشجعت فوت أعمل دولاب الحظ أو شي لنشوف قديه معنا مصاري. أو لا، ما بدنا نصرفهم هلأ، منخليهم لغير مرة. مستحيل، واو. لنشوف هلا الصندوق الثاني، خلونا نجرب الصندوق الثاني، معقول يطلع لنا شي كمان؟ خلونا نجربه ونشوف شو في بقلبه. هيدا قصص. كمان في تياب وفي سكنات وفي هيدا ال، ما بعرف، خلونا نجرب. معقول يعملوه مرة تانية؟ وليك شو هيدا هلا؟ ماسك ما بدي اياه. يلا منيح منيح، بنكتفي بنكتفي بال، انا كتير مبسوط بالطيارة اللي طلعت لي عن جد، يعني واو كتير مبسوط فيها. شو ضل عنا بعد؟ في هيدي كمان، خلينا نحولها لصندوق. يلا يا رب خلونا نجرب نشوف. بسم الله يا رب. اوه مستحيل. بس لخمس ايام. حلوة حلوة منيحة لخمس ايام. هيدي موتوسيكل خلونا نشوفها. انا اوريدي عندي هيدي اللون، وجينا اللون الاحمر لمدة خمس ايام كمان. منيحة منيحة، بس يا ريتها كانت دائمة. شوف الطيارة بشرفكم، شوف الطيارة مع احلاها. واو 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 عن جد. وهلا خلونا ننتقل لنشوف الميزات اللي قالوا عنا دائمة فينا نشتريها. خلونا نشوفها مع بعض لفرجيكم الفرق بين البرايم والبرايم بلس. مثل ما حكينا، حبايبنا هو مثل ما انكم شايفين اذا انتبهتوا، محطوط انه انا برايم بلس. مثل ما انكم شايفين 120، مثل ما حكينا في 120 محطوط عليها ديسكاونت 60. يعني انا هلا بمجرد ما اشتريها رح ترجع لل 120، لانه هيدا الشيء حيصير بشكل يومي، انه انا بس بخولني انه كل يوم رح يعطيني ديسكاونت نص بالمية. انا الصراحة ما كتير بيعني لي هالموضوع، يعني يفضل اتصرف بالشدات بشي تاني. هلا هون راح فرجيكم البي بي مثل ما حكينا تاعت البرايم وبرايم بلس. مثل ما انكم شايفين هول هن اللي فينا نشتريهم، اللي بالازرق هي البرايم والجولد هي البرايم بلس. في عندك ال 7 دايز و 30 دايز، 7 ايام و 30 يوم. هيدي البرايم بس بتخولك تعول 7 ايام و 30 يوم. وميزة البرايم بلس مثل ما انكم شايفين مدى الحياة تشتريها 58 قطعة ذهب و 888، لأنك مشتركة للبرايم بلس راح يعطيك اياها بشكل دائم اذا بتحب. مثل ما شفتوا قدامكم تأكدنا من كل شيء وكله تمام. انا هلا هون انتبهت لشغلة كمان، ليمتد تايم. خلونا نشوفها، حلوة كتير هيدي الكاسك. عم فكر اشتريها والله، قيمتها 1200 شدة. والله عبالي اشتريها، كتير حلوة. واو شو حلوة. هشتري كمان التياب تعولة. خلونا نشتريها هيدي كمان، 2400، غالية بس والله بتستاهل، كتير حبيتها. اشتريناها. واو عطتني شنطة كمان. لحظة شوي. نو واي، اليوم الحظ كتير حلو. خلينا نلبسه اياهم. ليك شو حلوين طالعين. واو كتير مبسوط فيهم هول. لابقين مع الشنطة مع الكاسك. واو واو واو
والله كتير حلو. أعطونا رأيكم بالتعليقات، شو رأيكم بهذا الكوستيم مع الكاسك؟ تستاهل المبلغ اللي دفعناه أو لا؟ أنا شايفهم كتير حلوين الحقيقة. رح نرجع نشرج لحتى نترك مصاري معنا. بس هلا حنبهكم على شغلة صغيرة ضروري كتير تنتبهوا لها، إنه أنت بس تشترك ب10 دولار هو أوتوماتيكال رح يجدد لك إياها كل شهر. يعني هلا مثلا انا دفعت ال 5 دولار ديسكاونت، الشهر الثاني رح تنحسب لي ب 10 دولار لانه انا اول مره مشترك بس بيعطوني الديسكاونت، من بعدها حتصير ب 10 دولار. فانتبه من هالشغله لانه اوتوماتيكال رح ياخذوا منك ال 10 دولار كل شهر. فانت طبعا بس تشترك رح يجيك ايميل انه انت اشتركت بقيمه كذا وكذا، ورح يعطوك كمان لينك لتفوت انت عليه وتلغي اشتراك الاوتوماتيكال. هيدي انتبه لها كثير منيح بالنسبة للأشخاص اللي حاطين مصاري كرمال ما يطوروا مصرياتهم وما عارفين كيف. وهيك بكون وصلنا لنهاية الفيديو حبايبنا. أعطونا بالتعليقات شو رأيكم بالشي اللي صار معنا اليوم، وشو رأيكم بالبرايم والبرايم بلاس. وإذا عجبك الفيديو ما تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك إذا كنت شخص جديد معنا، يميت أهلا وسهلا فيك، وتفعيل زر الجرس ليوصلك كل شي جديد. كان معكم محمد عيسى، والسلام عليكم ورحمة الله.